متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتب صلاح تقدين في مقالته بعنوان لم يعد ينفع الندم، يقول: دخلت البلاد مرحلة الانفجار الكبير، وإذا كانت كل الدعوات السابقة إلى الحوار أجهضتها بعض القوى لأسباب لا يمكن وصفها سوى بأنها تنطوي على أبعاد طائفية ومذهبية، فإن الآتي من الأيام سيشهد تطورات لا تشي لغاية الآن بأنها ستكون دموية لحسن الحظ، لكن مع ذلك تنطوي على مخاطر كبيرة يخشى أن تستغلها بعض القوى الخارجية للإجهاز على ما بقي من دولة ومؤسسات عبر إشعال فتيل حرب داخلية غلافها اجتماعي اقتصادي لكن واقعها طائفي ومذهبي مقيت. وكتب زياد سامعي تاني في مقالته بعنوان فوضى قضائية لتمييع التحقيقات بتفجير المرفأ، يقول: بعد عام وشهرين على إقصائه عن متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت، عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ليستأنف عمله بصورة مفاجئة في شكلها وتوقيتها وحيثيتها السيوقضائية. فالقاضي البيطار كان قد توقف عن عمله في كانون الأول 2021 نتيجة طلبات كف اليد التي تقدم بها وزراء ونواب حاليون وسابقون ممن ادعى عليهم بانفجار المرفأ ورفضوا المثول أمامه، بحيث واجه حينها ضغوطا سياسية كبرى كان أبرزها من حزب الله، إذ قيل وقتها إن أحد كبار مسؤوليه وفيق صفا زار قصر العدل في بيروت مهددا بقبع المحقق العدلي إذا استمر في تحقيقاته. أما هيام طوق فكتبت في مقالتها بعنوان اجتهاد البيطار التداعيات كثيرة والتنفيذ خلافي قضائي، تقول: خرقت مفاجأة عودة المحقق العدلي طارق البيطار إلى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت رتابة المشهد السياسي بعد أكثر من عام عن كف يده، بحيث قرر العودة بناء لاجتهاد قانوني ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية، وتبعا لذلك قرر إخلاء سبيل بعض الموقوفين، كما أفيد أنه سيدعي على 8 أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبة. وأشارت المعلومات إلى أن النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن البيطار وكأنه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء. وعلى الأثر أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري نسخة عن مقتطفات قرار المحقق العدلي إلى مجلس القضاء الأعلى، وفي وقت علم أن المحقق العدلي كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة، فقد عين جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر والنائب السابق نهاد المشنوق في 6 شباط المقبل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب في 8 شباط، وقرر إبلاغهم نسقا بمواعيد الجلسة. لمتابعة مقالات كاملة وكل مقالات كتابنا تابعونا على الموقع الإلكتروني grandlb.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.